الحقيقة الجهود اللي بذلت وتبذل خلال الأيام الماضية في الحقيقة جهود واضحة وملموسة ومقدرة. ما في شك ما زلنا في البداية، ويمكن اليوم أول يوم يكتملون فيه الحجاج في منى، وإن شاء الله تتم الأمور على أفضل وعلى أسلس ما يكون. وكذلك في الحقيقة أحب أشكر القوات المشاركة معنا، سواء كان من وزارة الحرس الوطني على رأسهم سمو الأمير عبد الله وكافة منسوبي وزارة الحرس، وكذلك وزارة الدفاع الأمير خالد وكافة منسوبيهم، بالإضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة معالي خالد الحميدان، وكذلك رئاسة الدولة معالي عبد العزيز الوريني، وكذلك في قطاعين أمنية تعمل معنا ويمكنهم ما يشاهدون واجد، اللي هم مكافحة الفساد وكذلك سدايا. والحقيقة أحب أشكر كذلك معالي مازن الكهموس وكذلك معالي عبد الله شرف على الـ على الـ على الجهود. كل حج بالنسبة لنا وكل موسم حج بالنسبة لنا مهم، ونتعامل معه بنفس القدر من الاحترافية ومن الـ من الـ من الاهتمام. ودائما مبدأنا اللي ما يخفاكم جميعا، احنا دائما نتأمل أفضل، ولكن دائما استعداداتنا للأسوأ، وإن شاء الله أن ما نضطر أن نتعامل مع أي أمر يعكر صفو الحجاج، وإن شاء الله أن تكون حجهم بإذن الله حج مبرور وسعيهم مشكور، ويعودون لبلدانهم إن شاء الله سالمين غانمين محملين إن شاء الله بالأجر والمثوبة. لا شك أنه تعامل الجهات الأمنية، نتعامل حنا بغض النظر عما يصدر من تصاريح أو من دعوات أو من أي أمر، إحنا نتعامل مع الواقع كواقع. لا بد أن نرصد كل ما يتم تناقله وأخذه بعين الاعتبار، ويأخذ بكل جدية وبكل عملية، لأنه النار تبدأ من مستصغر الشرر. وكذلك إظهار الهيبة والاستعداد والاستعداد كل اللي شاهدتوها جميعا، لا شك أن فيها رسالة، ولكن رسالة كذلك فيها مضمون، لولا قدر الله كان هناك أي أمر أو أي تجاوز أو أي في الحقيقة ملاحظة تتطلب تدخل، فسيتم التدخل ليس للتعامل مع نتائج، ولكن لوأد أي عمل قبل أن يبدأ. ما في شك أن احنا في المملكة العربية السعودية نتشرف دائما بخدمة الحرمين الشريفين، وتوجيهات القيادة واضحة في هذا الجانب. ولا يخفاكم جميعا في الحقيقة اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بالحجاج وبالحج عموما، توجيهاتهم الكريمة بأن نبذل قصارى جهدنا لتأكد ولضمان سلامة الحجاج، وأن تكون إن شاء الله كل تحركاتهم في كل مشاعر آمنة سلسة ميسرة بما يتطلبه الموقف. كذلك في الحقيقة أحب أشيد بتعاون رؤساء بعثات الحج في الدول، اللي في الحقيقة أظهروا تعاون متميز خلال الفترة الماضية، ونتأمل إن شاء الله أن يستمر هذا التعاون وهذا التوثيق، وأن ينتهي إن شاء الله بنهاية الحج متميز كما بدأ اليوم متميز. ما في شك أنه الاستعدادات اللي شفتها والشرح اللي قدمه الفريق محمد والتنسيق القائم والعمل المؤسسي القائم بين كل القطاعات الأمنية والعسكرية إن شاء الله يترجم إلى الواقع، وما في شك أن احنا كل يوم وكل تجربة نستفيد منها أكثر، ويكون هناك دروس مستفادة. أرجو نقل تحياتي وشكري وتقديري في الحقيقة لكل العاملين معكم، وكذلك القطاعات العسكرية والاستخبارية اللي تعمل معنا قائمة بجهد الحمد لله استثنائي، وإن شاء الله موفقين، وإن شاء الله يكون موسم حج ناجح آمن ميسر كما نأمله من جميع الحجاج، واللي إن شاء الله نراهن في الحقيقة على وعيهم، نراهن على حرصهم، وإن شاء الله تكون الأمور كما إن شاء الله نعمل من أجله، وإن شاء الله أفضل.